بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 34 من الكتاب 40، كتاب السلام، باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم. الطيرة قلنا هو نوع من التشاؤم لمجرد رؤية علامة معينة أو سماع قول معين أو رؤية مخلوق معين. يعني في ناس تتشاؤم من البومة، أو يتشاؤم من القط الأسود أو من الكلب، أو يتشاؤم من رقم 13، أو يتشاؤم من يوم الثلاثاء. والعرب كانت تتشاؤم من صفر، شهر صفر، أو يتشائمون مثلا من رؤية إيه إنسان معين. يعني يرتبط في ذهنه كل ما يقابل جاره يعمل حادثة، أول ما يشوف جاره يقول له هعمل حادثة النهارده، أو شيء من هذه الأشياء. كل ده نهى عنه الله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور بقدر الله وليست هي عفوية متعلقة بأن تلقى فلان أو لا تلقاه، أو تسمع الكلمة أو لا تسمع. الأمور كلها مقدرة، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، كل مكتوب. أمور يبديها أي يظهرها ولا يبتديها سبحانه وتعالى. وبالتالي لا داعي لأن تعوق نفسك وتعطل نفسك من أجل هذه الأوهام. وما قادك مثل الوهم، فهذا وهم، فعليك أن تتخلص منه أيها المسلم، لأنك تتعامل مع الحق، والحق يزهق كل وهم وباطل. والفأل، الفأل اللي هو عكس الطيارة، بأن الإنسان إيه يظن بالله خير كده عند سماع كلمة خير. يعني مثلا رايح يمتحن وعنده امتحان بقى وماشي خايف من الامتحان، يقوم يلاقي واحد إيه ماشي في الشارع يقول يا ناجح، بينادي على واحد صاحبه اسمه ناجح، يقول الحمد لله نجحنا، الحمد لله، قبل ما يخش الامتحان. ياخد الفأل من إيه؟ من كلمة يسمعها، أو من إيه؟ أو من شيء يقع في قلبه أو شيء من هذا. يبقى ليه؟ لأن الفأل الحسن فيه حسن ظن بالله، لكن الطيرة فيها سوء ظن بالله. ونحن مطلوب أننا نحسن الظن بالله، وفيها نوع ثقة في الله وطمع في كرم الله، والله يحب أن يطمع في كرمه لأنه كريم ولطيف بعباده، ودود، يحب عباده، يرعاهم ويرزقهم ويهديهم ويؤويهم ويطعمهم ويسقيهم ويشفيهم، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ما من نعمة آلت إليك إلا من الله بواسطة روحانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي الفعل الحسن يوافق الإيمان الصحيح، لأنه مع حسن الظن بالله. وما يكون فيه الشؤم، بعض الأشياء التي قد يقع فيها أن الناس يربطونها بالشر. في بعض الأشياء الإنسان يربطها بالشر، جعلها الله علامات وليست إيه مسببات. كالمرأة، ممكن الإنسان يتزوج امرأة تشغله عن حياته فيفشل في حياته لأنها شغلته، إما لسوء سلوكها أو لأنه فيها ريبة أو أنها سيئة الطبع أو أنها باستمرار ترهقه في الطلبات فلم تجعله يلتفت إلى حياتي فلم ينتج ففشل في حياته. فقد تكون المرأة الزوجة تكون وراء فشل زوجها، كما أنها قد تكون وراء نجاح زوجها. يبقى المرأة يجعلها الله علامة كده على الخير أو على الشر. وكذلك الدار، ممكن الإنسان يسكن في دار تكون محاطة بجيران سوء ومجرمين، يجي يترك داره يرجع يلاقي مجرمين نطوا على الدار بتاعته وقتلوا أبنائه أو سرقوا الدار أو عملوا شيء فيه شر بسبب سوء أخلاق الجيران أو سوء ألفاظ الجيران، فينشأ الأطفال يسمعون الألفاظ القبيحة فيطلعوا شتامين، يطلعوا يعني سيئ الطبع،
او يكون يعيش في دار يكون حولها تجار مخدرات، اولاده في سن المراهقة يقعوا في الادمان بسبب شؤم هذه الدار وسوء جيرانها ربما، او تكون هذه الدار في مكان فيه امراض فيصاب بمرض او يصاب بعلة. قد يكون هذه الاشياء مرتبطة بها، ولكن لا على سبيل الخلق والايجاد، بل على سبيل العلامة فقط، لان الخالق هو الله والفاعل هو الله. فاذا الانسان ارتبط بامرأة وجدها سيئة الطبع وحاول ان يقومها كثيرا فلم يستطع، فليطلقها وليبحث عن امرأة اخرى حتى لا يضيع عمره. وكذلك اذا سكن في دار وجدها سيئة الجيران او طبيعتها والجو المحيط بها يمرضه او شيء من هذا، عليه ان يغير الدار مسارعة، لانها قد تكون علامة على السوء الذي قد يؤول اليه. وكذلك الدابة، الدابة ممكن الانسان كان زمان مثلا يجيب فرس فيلاقي بعض الفرس تحرن، يحاول يركبها تمشي بيه تحرن، ما ترضاش تمشي، وتكلفه بس ايه رعايتها وما يعرفش ياخد منها الخدمة، او تكون غالية الثمن جدا ويجي يبيعها ما يعرفش يجيب الثمن اللي دفعوا فيها فيقوم يخسر فيها، او تكون لا تنجب او شيء من هذا. والوقت ممكن الانسان يجيب سيارة ويبقى فرحان بيها، وتكون السيارة دي هي سبب حادثة تصيبه بعاها يعيش طول عمره بعاها مستديم. فهمت ازاي؟ اللي هي الدابة الوقت اللي تركبها ممكن بتحصل. يعني واحد صديقي كنا متخرجين، هو من كلية الصيدلة وانا من كلية الطب، متخرجين مع بعض دفعة واحدة، وهو كان من بلد اسمها بور فؤاد، فاشترى سيارة بعد التخرج بأقل من 6 أشهر، وبعدين ركبها وراح بيها مشوار، انقلبت بيه السيارة، أصيب بشلل نصفي، شلل نصفي، نصف الأسفل شال مسلولا، وإلى الآن يعيش، إلى الآن يعيش، عنده شلل نصفي، وفتح عيادة، فتح صيدلية، هو صيدلي، فتح صيدلية بتديرها له أخته وأخيه. وهو جالس على كرسي بعجل منذ أن تخرج إلى يومنا هذا أكثر من 35 عاما بسبب إيه؟ السيارة، حادثة سيارة. فهمت بقى؟ فممكن تكون الدابة سبب الشؤم، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم سبب يعني علامة وليست مسببة. خد بالك المسبب هو الله، ولكن قد تكون هناك علامات على إيه؟ على الشر في حياة الإنسان، فهذه العلامات تكون متعلقة بإيه؟ بالدار وبالزوجة وبالدابة في الغالب الأعم. واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 31 بعد 905. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، يعني كأن توقع الشيء نوع من إيه؟ الطيرة توقع الشر، لكن خير التوقع يكون توقع الخير، وخيرها الفأل. يعني ان اردت ان تتوقع شيء في المستقبل وانت لا تعلم المستقبل فتوقع الخير ولا تتوقع الشر. فهمت ازاي؟ لان الطيره هي توقع الشر، اما الفأل فهو توقع حدوث الخير. واضح؟ وخيرها يعني خير ما يتوقع في المستقبل الفأل، يعني ايه؟ توقع الخير. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. يعني مثلا ايه؟ واحد قاعد يصلي في الجامع يقول يا رب يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، وسامع اتنين بيتكلموا بره بيتعاقدوا على عقد، فيقوم ايه هو في الدعاء التاني يقول له قبلته، يقول خلاص ربنا استجاب الدعاء. فهمت ازاي؟ ياخد الكلمه الحلوه دي يعتبرها اجابه على دعائه. فهمت ازاي؟ في الكلمه الطيب. فهمت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعه الحديبيه عمل ايه؟ لما جاءه سهيل ابن عمرو، فأول ما سمع قالوا له إيه؟ أقبل سهيل ابن عمرو، فقال النبي سهل أمركم. خدها من الاسم، خدها نوع من الفأل، الكلمة الطيبة. فهمت؟ أو يسمع كلمة يلاقي واحد بيقول له يا فالح يا ناجح، يا يقول الحمد لله فلحنا ونجحنا إن شاء الله، وهكذا. يبقى دي إيه؟ الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
به قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعته وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال معمر وعنه به قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. يعني لما تيجي تزور مثلا واحد مريض تقول له ايه طهور ان شاء الله بعافية ان شاء الله، مش تقول له ايه ده انا شفت واحد زيك كده مات بعد يومين كده صفح. فالواحد يقول الكلمة الطيبة خد بالك. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثني يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالحة. ويعني لا عدوى يعني بذاتها، يعني المرض لا يحدث إلا بإذن الله لا بالميكروب. الميكروب علامة لحدوث المرض وليس سبب لحدوث المرض، علامة فقط. أما الذي يسبب المرض هو الله. كم من إنسان يتعرض لميكروب ولا يمرض؟ نحن نتنفس في الهواء الجوي الميكروب الدرن، الدرن ده اللي هو يؤدي إلى السل الرئوي، كلنا بنتنفسه لكن مش كلنا بنعيا، تلاقي مجموعة تعيا ومجموعة ما تعيش، فاهم؟ يبقى لو كان الميكروب هو اللي بيسبب يبقى كان المفروض كل الناس تمرض، مش كده برضو؟ لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الميكروبات وأسباب الأمراض علامات على المرض وليست مسببة للمرض وليس علة للمرض. العلة لا تنفك عن معلولها، هي أسباب والأسباب قد تنفك عن نتائجها، فهمت؟ ففرق بين السبب والعلة، واضح؟ فهي أسباب وعلامات لحدوث الأمراض وليس علة لحدوث المرض، يعني وليست منشئة للمرض بذاتها، ولكن الذي ينشئ الأشياء بذاتها هو الله، هو الخالق، هو الضار، هو النافع، هو الفاعل لما يريد سبحانه وتعالى، ولا فاعل معه. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وقلنا الهامة كانت بعض الأساطير اللي بيعتقدها بعض العرب زمان وبعض الجهلة في الجاهلية، أن الميت يخرج من عظامه طائر يطير، فكانوا يتشائموا إذا رأوه، وكانوا يعتقدون أنه البومة نوع من الطيور. فالنبي قال ولا هامة، يعني لا تنظر لمثل هذه الأشياء. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. والشؤم هنا هو العلامة، علامة على حدوث الضرر وليس مسبب للضرر، علامة بس ربنا جعلها علامات، فأنت المفروض تقرأ العلامات وتبتعد عنها. يعني افرض انك انت ماشي في طريق ووجدت إشارة يقول لك هذا الطريق خطر فيه ألغام، هل هذه الإشارة المفروض أن تجعلك أنت ألا تسير في هذا الطريق، مش كده برضو؟ وإلا لو سبت في هذا الطريق ربما ينفجر
في كلام، فكأن الله جعل المرأة بالنسبة للرجل والرجل أيضا بالنسبة للمرأة علامة على حدوث الخير لها أو الشر لها، أو الخير له أو الشر له. فالمرأة قد تتزوج رجل يكون سببا لشرها بسبب سوء خلقه وسوء معاملتها لها، كما أن المرأة قد تكون سبب لشر لزوجها. وبالتالي في هذه الحالة جعل الله للمرأة أن تطلب الخلع والطلاق للضرر، ولا تستمر مع هذا الضرر حتى تبتعد فلا تضيع عمرها مضرورة. وكذلك الرجل إذا لاحظ أنه أصابه ضرر بعد ارتباطه بهذه المرأة بسبب سوء خلقها أو شيء من هذا، فعليه ألا يستمر حياته معها، لأنه لن يعيش مرتين، هو يعيش مرة واحدة، وربنا جعل له أن يطلق، فليطلق وإيه ويبحث عن امرأة أخرى لعل الله سبحانه وتعالى يوقعه في امرأة يأتي من ورائها الخير. وبالتالي يبقى الشؤم يعني علامة حدوث الخير الشر، علامة وليس مسبب لحدوث الشر. الشؤم في الدار والمرأة والفرس. وعن أبي قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حا قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس ابن يزيد. وعن أبي قال وحدثنا أحمد ابن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. وعن أبي قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وعن أبي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع، الربع اللي هو المنزل برك اللي هو الدار يعني، إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. وإن أضاف الفار الخادم يبقى فيه إيه، أضاف هنا الخادم لأن الخادم
قد يكون فيه شؤم لأنه ليس أمينا على سيده، على مال سيده، أو على ما وكله إليه، أو لا يحسن إدارة ما طلبه منه فيكون سبب لخراب بيته أو لفساد عمله أو لسوء يلحق به. واضح؟ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. والكهانة هو محاولة الإخبار بالغيوب، إما عن طريق الاتصال بالجن، وهذا قل بعد بعثة النبي لأنهم لا يسترقون السمع الآن، أو عن طريق النظر في النجوم وعلامات في الخلق فيسمى منجمين لأنهم ينظرون إلى النجوم، أو عن طريق العرافة، يعني يحاول يعمل علامات معينة وطرق معينة وخطوط معينة يرسمها فيعرف أين توجد الضالة فيسمى يعرف بها، يسمى عرافة. فالعرافة والتنجيم والكهانة كلها أنواع واحدة ولكن تختلف في أساليبها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكل، فالكل فيه الخرافة وفيه أيضا تضييع الوقت فيما لا طائل، وأنه يغلب على كلامهم الباطل، وبالتالي لا تشغل نفسك بالباطل، كن مع الله ولا تكن مع الباطل. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، وتحريم أيضا إتيان الكهان. الوقت يعمل مثلا إيه، يقول لك بيقرا الكف ويقرا الفنجال ويقرا ورق الكوتشينة ويقرا الأفا، يعني لدرجة في ناس بيقروا الأفا، يقول لك وريني أفاك كده، يقرا لك ويقول لك قدامك سكة سفر هتروح في داهية بكرة، حاجات كده واخدة غريبة الشكل، أو يقرا كف القدم. في أوروبا حاجات غريبة الشكل، هناك عقلية خرافة في أوروبا. ليه؟ لأنهم ابتعدوا عن الهداية. كل من ابتعد عن النبي يعيش عقلية الخرافة، وكلما من اقترب إلى النبي كان مع الحق، درجة بيقطعوا تذاكر مخصوص عشان يسمع هذه الخرافات. وفي ناس تعمل ملايين مماليين من الكلام الفارغ، لدرجة مرة في التلفزيون سمعت إن في واحدة أوروبية بتقرأ المستقبل من المؤخرة، يعني توري لها مؤخرة كده، المؤخرة، عارف المؤخرة اللي هي إيه؟ المؤخرة معروفة، الإليتين، يعني تنظر كده الإليتين، تقول لك أنت هتروح في داهية قريبا، وأنت إن شاء الله التجارة بتاعتك سوف تربح، وأنت قليل الأدب ومجرم، كلام فارغ، كل ده كلام فارغ وتضيع وقت، واخد بالك؟ ما يصحش. المسلم عقليته عقلية إيه؟ تميله للحق ومع الله ومع النبي، يبتعد عن هذه الخرافات. درجة إن في رؤساء جمهوريات كبار وملوك عندهم يعني منجمين ينجموا لهم علشان يقول له تدخل الحرب ولا ما تخرجش الحرب، وتعمل مش عارف ايه ولا ما تعملش ايه، كل دي عقليات خرافه. احنا عندنا الاستخاره، والله عايز تشوف تدخل في الموضوع او ما تدخلش، استخر الله، صلي ركعتين ودعاء الاستخاره واحرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، انما لا تلجا لهؤلاء المخرفين. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، قال قلت كنا نتطير، قال ذاك شيء يجله أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني وهم، يعني يجلو أحدكم في نفسه يعني يتوهمه فلا يصدنكم، لا يمنعك الوهم أن تقبل على ما إيه؟ على ما ينفعك. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثني حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب حا قال وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن حجاج الصواف حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير
عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية. وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال: قلت ومنا رجال يخطون. والخط نوع برضو من معرفة المستقبل عن طريق خطوط معينة يرسمها على الأرض بطريقة معينة، ثم بعد ذلك يتناول بعض الحجارة يضع في مربعات وشيء من هذا، ثم يتوقع من هذه المربعات وهذا الترتيب أشياء معينة. كل هذا النبي نهى عنه، لأنها أولا الخط كانت علوم نبوية شريفة في القرون الماضية ثم اندثرت، فمن يدعيها الآن كثيرا ما يخطئ، فلا تضيع وقتك. قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يقال إن سيدنا إدريس كان أول من كان يعني علمه الله هذا العلم، فعلمه لبعض الناس ثم اندثر بمرور الأزمان، فأصبح هناك بعد ذلك قليل من الناس اللي يعلموا، بل لا يوجد أحد يعلم. أنا. لكن هناك بعض الناس أعرفوا هذا العلم. ما هناك لا تشغل نفسك معهم، لأن بعض الناس بيستعين بالجن بمعرفة الجن، وتكون الغيوب إيه؟ تكون غيوب موجودة في مكان بعيد عنهم، وليس غيوب في المستقبل. يعرفون بالقواعد، يبقى برضو لا تشغل نفسك بهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنهم حتى لا يشغلك هؤلاء الناس، واخد بالك؟ حتى لو فور الجدل اللي موجود ما تروحش ولا تذهب لهم. ليه بقى؟ لان بمرور الاحتكاك بهم، بكثره الاحتكاك بهم، سوف تجد ان اخطائهم اكثر من ايه صوابهم. يصيب مره ويخطئ مئات المرات، فهمت بقى؟ وبالتالي لا تحتك بهم حتى لا يشغلوك عن حياتك ويسيطروا عليك في قراراتك في حياتك، فيصبحهم الذين يقودونك. كلما أردت أن تتزوج تأخذ رأيهم، أردت أن تتاجر تأخذ رأيهم، أردت أن تسافر تأخذ رأيهم، وكأنك صرت مقيدا مزنزنا عبدا عندهم. والنبي لا يريدك مثل هذا الإنسان الذي يسير بهذا الخنوع والخضوع والذلة. كن مع الله ولا ولا تحزن. أدي المسألة، لا تسلم قيادك لأحد إلا لله ولرسوله. وعنه قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وممكن تقول كذبة بكسر الكاف زي المصريين يقول لك كذبة، كذبة المصريين يقولوا كده، وهي لغة صحيحة أيضا بكسر الكاف وفتحها، والمشهور الفتح. وعن أبي قال: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، زي ما إيه ابننا بيقول دلوقتي. شوف، اتقال الكلام ده برضو للنبي على فكرة. بس يا رسول الله، ده أنا مجرب، ده أنا شفتهم يقولوا الكلام فعلا حق، أنا مجرب. واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وبالتالي ابعد عنهم أحسن. ليه؟ لأن خطأهم أكثر من صوابهم، فلا داعي. وبعدين قر الدجاجة، يعني يقعد يقر في ودنه ده يكررها جدا، زي ما إيه؟ يعني إيه؟ زي ما الدجاجة بتعمل. فالنبي بيشبه تكرار الكلمة اللي تأتي في أذن الإنسان اللي له علاقة بالجن، يقوم إيه يقول له، وفي وسط الكر ده الكتير ده تلاقي واحدة صح ومية غلط، فهمت؟ فما فيش داعي تضيع وقتك فيما لا طائل، لأن في الآخر ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعرف أن كل شيء بقدر، فلا تقلق. وعنه به قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد
نحو رواية معقل عن الزهري. وعن أبي قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينهم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. يقرفون يعني يخلطون ويزيدون. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي حا قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وفي حديث الأوزعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون، وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون، وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ده للملائكة يعني، اللي هي الآية الموجودة في سورة سبأ. قالوا الحق. وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني من أتى عرافا، في رواية من أتى عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن لو أتى عرافا للتسالي بيتسلى بس كده، يقول لك احنا ايه بنسمع وخلاص ما يجرش حاجة بنتسلى. هنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، عقوبة له، لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولكن لا يؤمر بإعادتها، لا يؤمر بإعادتها، لأنها الصلاة إذا وقعت صحيحة ينبني عليها شيئان، أنها مجزئة عن الفرض وأنها لها ثواب. فإن وقعت لمن أتى عراف ووقعت صحيحة تجزئ عن الفرض ولا ثواب له، وإن وقعت في أرض مغصوبة تجزئ عن الفرض، يعني لا يطلب إعادتها ولكن لا ثواب لها، أو بثوب مثلا مغصوب أو في أرض مغصوبة أو بوضوء بماء مغصوب، كل دي صلوات لا ثواب لها وإن كان لا يطلب من المؤدي لها إعادتها. كذلك من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن لا يؤمر بإعادتها. لو واحد مثلا بيجيله حاجة في قلبه كده تخليه يتصد يتشائم، بالرغم من ايه، من انه عارف ان ما فيش شؤم، ولا لكن بيجيله لا ارادية، يعمل ايه؟ كنا قرينا حديث سنن ابي داود يقول الدعاء ده احفظه، كنا قرناه في سنن ابي داود اللي هو ايه،
إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كنا قرأنا هذا الحديث في سنن أبي داود. يبقى الواحد يقول إيه ساعتها؟ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك. ده دعاء مهم تقوله لو وقع في قلبك ما يسوءك، إيه إذا رأيت شيئا أو سمعت شيئا أو شيء من هذا، يبقى في الحالة دي تقول هذا الدعاء، فربنا يصرف من قلبك ما وقع. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.